السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غادي نكمل إن شاء الله تتم الدرس بعد ما درنا كيفية أخذ المقاسات ورسمنا الجهة الخلفية ديال الجلابة أو القفطان. غتبقى لنا كيفاش غادي نرسمو الجهة الأمامية. بالنسبة للفرق شنو اللي كاين بالنسبة للجهة الأمام والخلف، راهم تقريبا بحال كاين واحد التغيير بسيط. كيف كنقول لكم، في هذه المنطقة هذه العلوية يعني في الدورة ديال العنق، وفي هاد الدوره التقويره ديال الابط ديالكم، هاد التقويره هادي هو اللي كاين الفرق. يعني كيف ما كنا درنا يعني درنا في الجهه الخلف، غادي نراجعوا منها كنتراسيو. يعني اول شيء يعني هذا راه ديما هذا هو الصفر ديالنا، من لهنا لهنايا يعني هنا كنزيدو، من لهنا كنزيدو، وهذا هو هذاك هو الصفر ديالنا. يعني اول حاجه كنا بدينا بها هو الكتاف، اللي تذكرتو في الدرس اللي سبق هو الكتاف. كنا عبرنا في الكتاف، لقينا هاد السيدة هادي عندها 38 سنتيم في الكتاف، قسمناها على جوج لقينا 19. هاديك الاثنان هي يعني الكتف، يعني كيكون عندنا غير ماشي الدورة كاملة، غير جهة واحدة، يعني كنقسمو على جوج. لقينا هي 18 سنتيم. تنجيو كنعبرو هاديك 19 سنتيم، يعني العفو 19 سنتيم، كنجيو كنحسبوها. يعني هذه هي هذا هو الصفر ديالنا، يعني من يعني غادي نحسبو 19 سنتيم، يعني هو صفر 10 15 16 17 18 19، يعني هذه 19 سنتيم. كنتراسيوها، ها هي تراسيناها. المرحله اللي موراها درنا هو التركيز، الطول ديال التركيز. لقينا الطول ديال التركيز هو 23 سنتيم، يعني نفس الطريقه. هاد الصفر هذا الاطول كلها كتبدا من هنا وكنهبطوا ما عدا الدورات والكتف. يعني نحسبوا 23 سنتيم، يعني نحسبوا 0 10 20 21 22 هاد 23. هادي هو خط التركيز، يعني راه نفس الخط فاش كنكونوا كنتراسيو نفس الخط، يعني راه هو نيت. تنحسبوه احنا حسبناه، يعني هذه مرحله واحد، هذه المرحله اثنان، يعني درنا التركيز ها هو من لهنا لهنا، هذه المرحله الثانيه نفس الطريقه. المرحله الثالثه درنا هاد الخط الكتف مع هاد الخط هذا سقطناه، يعني ديك 19 سنتيم تنعاودو نحسبو 19 سنتيم ديالنا، صفر ها 19 بنفس الطريقة، وكنديرو الخط ديالنا يعني كنلاقيوهم من الفوق للتحت. يعني حنا درنا خط يعني العرض الكتاف هو يعني طول التركيز، وسقطنا عليه عاوتاني العرض ديال الكتف. المرحله اللي درنا موراها هو طول الامام. طول الامام هو كنقولوا من هنا من الصفر لقينا هو عندنا 40 سنتيم حتى لمنطقه الخصر، غنحسبوها 0 10 20 30 هي 40 سنتيم. يعني كيف كنقول لكم راه نفس الخط اللي كنرسموا عليه الجهه الخلف هي ديال الامام، راه نفس الخط. يعني هي يعني هي هذه المسافه هذه من هنا حتى لهنايا، من الفوق من الجهه الاعلى منطقه عندنا اللي كنا هاد العنق اللي عبرنا منها حتى لهنا. هذه هي المرحله الثالثه. رابع شيء هو درنا طول ديال الحوض. طول الحوض فاش كنا كنعبروه، يعني عبرنا الطول ديال الامام من لهنايا حتى من على منطقه في العنق حتى لهنا جهه الخصر، هزينا السنتيم وحطينا الصفر هنا وعبرنا اعلى منطقه في الخصر. نفس الطريقه يعني غادي نعبروا من هنا يعني نهايه ديال الخط طول ديال الامام لهذيك العبار اللي عبرنا. لقينا هو 20 سنتيم، غنشدوه وها هي غنحسبوا 10 20 سنتيم، يعني نفس الخط نفس الشيء. وغادي نتراسيو، يعني تراسينا كامل الاطوال. غادي تبقى لينا يعني ها هو غنتراسيه لكم. دابا نحط تصاور باش اللي ما فهمتش شي حاجه مع الكتابه ديالي
قطعت شي حاجه تشدها. وغنديروا الطول النهائي، يعني الطول النهائي قلنا من لهنا من اعلى منطقه ديك الصفر، الخط ديال الصفر ديالنا الطول اللي بغينا، يعني ها هي الصفر، ها هو الخط، متر وعشرين، ها هي متر وعشرين، يعني الطول ديال الجلابه اللي بغينا فيها متر وعشرين، هذا هو الطول النهائي هو هذا. دابا غادي ندوزو للدورات نفس الطريقه، يعني خامس شيء، سادس شيء، عفوا سادس شيء، يعني حسبنا طول دورات الحزام. ديك دورة الحزام لقينا دورة الصدر لقيناها هي 100 سنتيم، قسمناها على 4 عطاتنا 25 سنتيم. اذا هنا غنشدو هنا نفس الطريقه، غادي نحسبو 25 ديال السنتيم هي اللي غادي نحسبو وغنعلموها، يعني ها هي هادي 25 سنتيم. غادي نجيو غادي نديرو دورة الحزام، دورة الحزام لقيناها 92 قسمناها على 4 عطاتنا هي 23 سنتيم. هاد دورة الحزام كنسقطوها في خط، يعني في الطول الامام، ديك الطول الامام هو هذاك دورة الحزام، يعني في النص فين حزمنا هو هذاك الطول، حسبنا له حتى الدورة ديالو 23 سنتيم، 20 21 22 23 سنتيم، غنتراصيوها حتى هي، يعني نفس الطريقة. غادي نحاولو نصيلو هاد النقطة هادي مع هادي، كيف كنقول لكم البنية الجسم ديالنا كتكون داخلة في هاد المنطقة هاديك، من أعلى منطقة الصدر حتى لجهة يعني الجنب، نفس الطريقة كنحاولو نرسموها. بالنسبه للمنطقه ديال الحوض حسبنا لقينا 108 سنتيم قسمناها على 4 عطاتنا 27 سنتيم، يعني هذه منطقه الحوض في خط، يعني في طول الحوض كنحطوا ديك العبار ديال دورات الحوض، لقينا هي 27 سنتيم، 25 26 27 سنتيم، يعني نفس الطريقه حتى هنا الجسم ديالنا كيكون واحد شويه ديال يعني خارج، حتى هنا كنحاولو نخرجو. وكيبقى لينا يعني المرحلة اللي موراها العرض ديال يعني خامسا العرض ديال الإيفازمون ديال الجلابة، درنا هو 37 هنا، شحال نشوفو شحال درنا سبعة وتلاتين، حتى هنا غنديرو 37. كنلاقيو هاد النقطة هادي، يعني هنا حنا سالينا، بقات لنا هاد المنطقة العلوية اللي كنقول لكم. كنجيو هنا كندخلو هنا كيف دخلنا هنا بتمنية، حتى هنا كندخلو بتمنية، دخلنا مثلا بقل كندخلو نفس العدد كندخلو به، لأن باش يجيو الكتاف قد قد. خمسة ستة سبعة ثمانية، هاهي الفرق اللي كاين بين الأمام والخلف. حنا عندنا العنق، يعني اللور تيكون العنق مجموع، يعني الرقبة ديالنا، ولكن القدام كيكون العنق هابط، داكشي علاش تا هو في الصالة كنهبطوه، يعني هنايا هبطنا هنايا هنا في جهة الخلف هبطنا بجوج سنتيم، هنا كنهبطو بعشرة سنتيم، هنا كنهبطو بعشرة سنتيم، وهنا كندخلو بتمنية. كنحاولو نديرو واحد التقويرة هنا، كنلاقيو هاد النقطة هادي مع هادي، كنضل حد هنا راه باقا الأمور واضحة. كنجيو نفس الطريقة، هبطنا هنا بتلاتة سنتيم، حتى هنا كنهبطو بتلاتة ديال السنتيم، يعني كيف قلت لكم بالنسبة للكتف هنا هبطنا باش نهبطو الكتف هبطنا بتلاتة سنتيم، حتى هنا
كنهبطو بثلاثة ديال السنتيمات. وكنديروا الخط. يعني نفس الطريقة كنجيو كنحسبوا هذه المسافة هذه اللي بقات لنا من هنا حتى الخط ديال التركيز، هو 20 ديال السنتيم. هذا 20، هذه المنطقة، هذه المسافة هذه ديما كنقسموها في النصف باش كنلقاو هذه النقطة هذه، يعني هذه المسافة هذه قد هذه المسافة هذه. الفرق اللي كاين بين الأمام والخلف، ديما الجهة ديال الأمام عندنا التقويرة كيكون الجهة ديال الخلف كتكون كبيرة على الجهة ديال الأمام، يعني الظهر تيكون اللور عندنا عامر، بالنسبة للقدام كتكون عندنا هنا المنطقة هذه خاوية. إذا هنا دخلنا بواحد ونص سنتيم، هنا غندخلو بجوج ديال السنتيم. يعني ها هو علمناه دخلنا بواحد ونص سنتيم، جوج ديال السنتيم. اذا نفس الطريقه غادي نحاولوا نرسموا الرسمه ديالنا. وغادي نجيو وغنديروا هاد التقويره هادي، هاد التقويره هادي غنكملوها. كيف قلت لكم كنمشيو من لهنا وكنعاودو نرجعو هنا حتى كتلقى لينا هاد المسافة، هاد النقط هادي كاملين حتى كيتلقاو لينا. يعني هنايا كنكون ساليت الجهة الرسم للجهة الخلفية للجهة الأمامية ديالي. يعني غادي نحاول ندير معاكم واحد المراجعة خفيفة، يعني نفس المراحل. المرحلة الأولى يعني درنا المرحلة ديال الكتاف، حسبنا الكتف قسمناه على جوج لقينا 18 حسبناها. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية درنا خط ديال التركيز حسبناه تراسيناه هنايا. لقيناه هو 23 سنتيم، عبرنا من هاد المنطقة هادي يعني الصفر هنا 23 سنتيم. المرحلة اللي موراها درنا طول الأمام، يعني طول الأمام ديما كناخدوه من هنا من هنا من الصفر حتى لجهة منطقة الخصر، لقينا 40 سنتيم كنتراسيو 40 سنتيم ديالنا. طول الحوض يعني هو نهاية المنطقة ديال الخط ديال طول الأمام، هاد طول الأمام حسبناه يعني لقينا 20 سنتيم، من هنا غادي نحطو السنتيم الصفر ديالنا وغنحسبو 20 سنتيم. المرحلة اللي موراها آخر طول عندنا هو الطول النهائي، كنشدوه يعني من الصفر حتى لهنا كنديرو الطول النهائي. ملي كنجيو بالنسبة للمنطقة ديال الكتف، يعني هاد 18 هادي كنسقطوها هنايا في الجهة ديال الخط ديال التركيز، هاد التركيز هذا يعني ديك المنطقة هنا لقينا 18 سنتيم، حتى هنا كنحطو 18 سنتيم ديالنا. وكنديرو هاد الخط هذا باش كنطراسيو باش من بعد كنديرو ديك التقويرة باش تكون التقويرة عندنا مضبوطة. موراها يعني كنبداو في الدورات، عندنا دورة الأمام يعني لقيناها حسبناها قسمناها على 100 قسمناها على 4 لقينا هي 25 سنتيم، يعني غادي نشدو من هنا هذا هو الصفر، ديما هذا الخط هذا هو الصفر. الا كنا غاديين هكا هذا هو الصفر، ولا كنا هابطين من هنا الصفر حتى لتحت نحسبو من هنا حتى لهنا 25 سنتيم. موراها دورة الحزام، يعني دورة الحزام كتكون في طول الامام، حسبناها لقينا فيها 23 سنتيم، حسبنا 23 سنتيم من هنا حتى لهنا 23 سنتيم. وحاولنا نلاقيو هاد النقطة ديال الصدر مع ديال الحزام، دورة الحزام. تجي المرحلة اللي موراها يعني درنا دورة الحوض، دورة الحوض حسبناها قسمناها على 4 لقينا 27 سنتيم، اللي غنحطو من هنا حتى لهنا 27 سنتيم. يعني دورة الحوض كنحطوها في الطول ديال الحوض، من داك الخط اللي حسبناه عليه كنحطو ديك المسافة هاديك، وكنتراسيو عاوتاني وكنكملو. حسبنا هنايا الجلاي شحال بغينا فيهم وكملنا. بالنسبة للمنطقة هنايا يعني هاد الخط هذا ديما كنجيو في التقويرة ديال الأمام كندخلو بصفر، يعني كندخلو 100 سنتيم من هنا حتى لهنا 100 سنتيم، وكنهبطو ب
بعشرة سنتيم، وكنطراسيو الخط ديالنا المنحنى ديالنا. كنجيو بالنسبه للكتف، هذا الخط ديال الكتف هو هذا، كنهبطو 3 سنتيم، يعني باش كنطيحو الكتف 3 ديال السنتيمات، وكنصلو النقطه هذه مع هذه. هاد المسافه هذه اللي كتبقى لنا من هنا لهنا، يعني كناخدوها وكنحسبوها في النص، وكنطراسي بواحد النقطه اللي كنعلموها. بالنسبه للجهه الامام كندخلو ديما بجوج ديال السنتيم، يعني حسبنا هاد المسافه بين هاد النقطه وعبرنا جوج سنتيم دخلنا، كنحاولوا نتراسيو، يعني كنمشيو بواحد المنحنى شبه دائري من لهنا لهنا، وكنحاولوا نتلاقاو النقط حتى كيتلاقاو. يعني هنايا كيكون كملنا الدرس ديالنا، حتى ان شاء الله الدرس المقبل.